مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. الصورة اللي أمامكم هي لعائلة ضحية المجزرة اللي وقعت يوم أمس في مدينة الدار البيضاء في منطقة البرنوسي. كاين الأخ ديالو اللي في حالة انهيار، كاين كذلك الأب ديالو اللي كيتواجد في المحكمة من أجل تسوية الوضعية القانونية والوثائق ديال الدفن. الأسرة مصدومة كيف جميع الأسر اللي الأبناء ديالهم أو الناس ديالهم تصابوا غدرا باعتداء من طرف قاتل. الأسباب غير معروفة. ملي كنتكلموا على شخص جا من مدينة تازة باش يشتغل في مدينة الدار البيضاء، إذا الشاب غير ميسور الحال، إذا الشاب خدام على عائلته، خدام على راسه، فكيوصلهم خبر بأن الإبن ديالهم تقتل بطعنة من طرف نقدر نقول بأنه صديق ديالو أو كيشتغل معاه في ديك المحلبة. شنو السلام عليكم. اول حاجه بعدا عزاؤنا واحد، الله يرزقكم الصبر. ربما ما كيعرفش الدارجه مزيان، ما كيعرفش العربيه مزيان، لا ما يفهمش الدارجه، راه الله يحسن الاوان. شنو بالك في هذا الشيء؟ كيفاش سمعتوا الخبر؟ شنو العلاقه ديال القاتل مع الضحيه؟ خويا هذاك السيد، هذاك الدري اللي مات الله يرحمه، السيد خو المدار، هذا خوه، هذاك الدري درويش وباقي صغير، هذا اللي قتلو خصو يتعدم، ضروري خصو يتعدم. اللي قتلو خصو يتعدم. إذا داك الدري صغير وباقي صغير، يلاه ما دايش حتى 16 عام. شحال في السن ديالو؟ 17 سنة. 17 سنة، قصير، يتسمى قصير هذاك الدري. خصو يتعدم هذا الدري ضروري. داك الدري أصلا ما كانش خدام معاهم بزاف، عاد يلاه خدم معاهم وما عندوش شي علاقة مع هذاك المجرم. وما كيعرفوش اصلا كاع، ما عنده بي علاقه وما كيعرفو ما والو، ما كيعرفوش اصلا، ما كيعرفوش هذاك الدري مشى ضحيه خويا، ما كيعرفو ما والو. هذاك الدري مسكين طرونكي خدام على راسو، ساكن غير في الباديه في العربيه، ما كيعرفش مسكين حتى شي حاجه، نقازه كيجي للخدمه كيسيفط لوالديه، هو اللي خدام على والديه، وباه ما عندوش حاجه. بطبيعه الحال جا من مدينه تازه، اذا ماشي ميسور، لو كان عنده فلوس غادي يبقى حدا والديه. واه ما عندوش، مسكين والله، مسكين فقير لاخر الدرجه، يعني عايش غير في الباديه، وعول غير على ذاك الدري اللي خدام عليه. مسكين خوه، شوف خدام عليه حتى هذا الدري هذا، مسكين هو اللي خدام عليه. كاين عند واحد الخو واحد اخر ما جاش. وكاين شنو السبب اللي خلاه انه يقتلو؟ لان كنتكلموا على الطعنه هنا في الظهر. ملي كنسمعوا الطعنه في الدار، اذا الضربه ديال الغفله، اذا ماشي في وجه لوجه. هذاك ماشي انسان بعدا اصلا، ما خصناش نهضروا عليه كانسان، هذاك راه حيوان وحش، خصو يتعدم ضروري، خصو يتعدم. لحقاش الانسان بريء، ما دارلو حتى شي حاجه، ما دارلو حتى شي حاجه. هذاك الدري اصلا راه ما عندوش، ما عمرو جا لهنا كازا، اول مره كيجي لكازا، اول مره كيجي لكازا، اول مره كيجي لكازا باش يخدم على والديه، كيعاون والديه تما حتى بواحد. راه دابا الغريب في الامر هو ان حتى هذوك الناس اللي تصابوا، راه حتى واحد ما عنده به شي علاقه، هذوك كلهم بعاد عليه، ما كاين حتى شي حساب بيناتهم، ما كاين الدراري الاخرين خدامين هنا قدامين هذه شي 10 سنين ولا اكثر، اكثر من 10 سنين، هذه 15 عام. انا كنهضر على السيد ديالي اللي مات الله يرحمه، ما عمرو جا لهنايا، اول مره كيجي، اول مره كيخدم مع ذاك الدراري، وكانوا كيستغلوا هذاك الدراري، كيخدم بنص الثمن، كيختاروا غير ذاك الدراري الصغار كيخدموا نص الثمن، وذاك الدراري الصغير مسكين مشى ضحيه، لا فلوس، يعني ماشي ما كاينش شي فلوس، يعني شي ثمن باش كيخدم شي ثمن صحيح، ولا كيخدم ب 400 درهم في السيمانه. 400 درهم في السيمانه، وجاي من تازه، شنو غادي له 400 درهم في السيمانه؟ خسر عليها روحه. وهذاك السيد هذاك خصو يتعدم ضروري، الا ما تعدمش راه غادي. اذا انتم كطالبوا بالاعدام؟ كنطالبوا بالاعدام ضروري. السلطات الا بغات تدير شي حل هو السلطه، الصراحه انا شفت داكشي اللي شفت في الفيديو، راه ما دارتش تفوت. انا كنتخيل كيفاش غتكون الام ديالو، كيفاش يكون الاب ديالو ملي غادي يشوفوا ديك الصوره ديال القرطاس وواحد السلاح الابيض والضحايا كثار ومنهم الابن ديالها. الام ديالو من البارح وهي طايحه فراش، ما ناضتش اصلا، كانت مريضه وهي عندها الاعصاب، من البارح ما كدويش، كان صوني عليها ما كتجاوبش كاع، صوني غير على المراه هي اللي كتهضر معاها، يعني راه في واحد الحاله، والمراه عندها كثر الضع مريضة حتى هي. تسمى شنو البلاصة في تازة؟ تازة في حد مسيلة. حد مسيلة؟ حد مسيلة تازة معروفة. وهادشي اللي كاين اخويا. الله يرزقكم الصبر. شنو ما عرفت ما غادي نقول لك، والله ما عرفت ما غادي نقول لك. الدري ما غاديش يهضر. اللي كاين هو أنه الدموع راه في عينيه، الحزن راه كاين، الأخ ديالك مات، ما عندك ما غادي من غير أنك تبقى الصدمة.
كيفاش وعلاش؟ هادو هما الاسئله اللي كيطرحوا وكتبقى دوك الذكريات ديال كيفاش اخويا السلطات ما كديرش خدمتها الصراحه؟ من حيتاش؟ كنت كدير خدمتها كاع ما يكونش هذا الاجرام ولا السلطه شنو كتحضي؟ كتحضي غير داك الناس اللي مبليين ولا اخر كتمشي كديهم دابا انا الا جينا نقولوا مبلي واش كل مبلغ غادي نحطو حدا بوليسي كل مبلغ غادي نحطو راه مشكل مبلي ولا كدير خدمتها اخويا الانسان خطر راه باين الخطر الانسان مشرمر راه باين دابا الاصدقاء ديالو البارح كيقولوا بانه السيد الله يعمره دار ريادي ولد الناس يعني كيشكروا فيه هذا كنتكلم على الاصدقاء ديالو ولكن انت كمستمع مثلا غادي نقول لك بان واحد قتل والثاني راه ما بين الحياه والموت وعاد الرابع والخامس والسادس هادو كلهم طعنات على مستوى البطن على مستوى القلب على مستوى الظهر كل هادو كلهم ما عندهم علاقه بهذا نعم واحد كيف الغيبوبه اذا ملي غادي تسمع شنو غادي تقول راه اما غادي تقول هذا مختل عقلي ما عارفش ولا غادي تقول ارهابي انا هادشي اللي كيتقال اش معنى اجي ماشي مشكل الراي ديالك وانا الراي ديالك شنو اوكي انا راه ما كنتش ما انا ساكن في انا راه هذاك الشيء اللي كنسمع في داكشي اللي شفتي الصوره البارح في الفيسبوك داك الفيديو ما شفتيش الفيديو احسن حاجه ما شفتيش لان البارح راه واحد الشخص مسيء للاسف كان شدو ربما شفتيه شدو من العنق ديالو هاز داك السلاح وكنتسناو انه ربما غادي يصفي عليه هذاك اللي كنتكلموا عليه وهذاك الرجل دابا شنو اش من ذنب عنده غادي تولى مسكين عايش دقائق من الرعب سيد الثوار غنزيد ضحيه على نسمع ديال لك راه مات الله اعلم شكون هو؟ هذاك السيد اللي جر الدار لا ضرب شي وحده اخر لا شوف غير الخلعه غيب السيد سخف لان راه كان كيشوف الموت بينه وبين الموت ربما ثواني راه ربما غير داك الضغط ديال البوليس والناس غير في القلعه قبل يسكت القلب ديالو خصوصا اذا كان عنده شي امراض راه خلاص ونتمناو شوف الله يرزقكم الصبر اول حاجه ونتمناو ان هذا الشيء ما نعاودوش نشوفوا لان داك الشيء اللي وقع البارح راه اول مره انا بعدا غادي نشوفوا وربما انتم اللي كتشاهدوا مباشرة انتم اول مره ربما غتسمعوا واحد كنتكلموا على مجزره ما بين واحد مثلا او تصفيه حسابات ولكن كنتكلموا على العديد من الضحايا راه لولا رجال الامن ولولا استعمال السلاح الوظيفي فما كناش غادي نعرفوا فين كانت غتوصل الحصيله ديال المصابين كيف قلت الاخ ديالهم للاسف شاءت الاقدار انه يجي من مدينه تازه والشغل في مدينه الدار البيضاء ويتم الاعتداء عليه ويتقتل والشخص الثاني في حاله صراع مع الموت الشخص الثالث في حاله نعم الدري راه نسيبي ملي شفتو الصباح والله ما عرفتو غير بديك الخلعه اللي جهد والله ما كنت عارفه مسكين ما مصدوم حتى الهضره ما هذا شنو قال لي راه ولدي شحال في عمرك شحال في عمرك شحال في عمرك 26 المهم راه الاخ ديالو راه واحد الصدمه ما من الاحسن انه يبقى ترونكيل لان ما عندك ما غادي تهضر معاه ما عندك ما غادي تسولو اللي وقع راه كلشي عارفو فنتمناو لهم فقط يعني غير الصبر الله يصبر الاب ديالو والله يصبر الام ديالو العائله ديالو ونقولوا ان لله وانا اليه راجعون كنت معنا مشاهدي قناه شوف تي في من امام الدراري اللي حضروا الباب هذاك واقف هذاك سوا خدام الاب جا خدام سناك هذيك الدراري فهمت الله يرزقكم الصبر ان لله وانا اليه راجعون حنا كنتواجدوا امام مستودع الاموات الرحمه